وده فرق بين انك انت بتتعامل مع دولة مستبدة وطاغية وفرق بين انك بتتعامل مع الصديق. يعني اذا صراعك مع الاخوان ما كانش مجرد تصريح مصر علمانية بالفترة؟ لا، هو ده كانوا بيعملوه، هم اخدوا جزء وانتزعوه من سياقه علشان يردوا على الكلام، لان انا اللي كشفت زيف حسن البنا. انا كشفت زيف حسن البنا ماسوني واسس جماعة ماسونية، وحسن البنا في الاربعينيات سواء بوعي او بدون وعي، سواء بقصد او بدون قصد، من اكتر الناس اللي خدموا المشروع الصهيوني. تمام، يعني عايزين بقى نتطرق لهذه الجزئيه. حضرتك يعني المعظم من يقرا التاريخ بيتكلم في ان الاخوان بدا الفكر الجهادي فيهم او الفكر الارهابي فيهم مع سيد قطب. حضرتك لا. بتتكلم في حسن البنا الذي لا يعرفه احد. التنظيم من هو بقى الذي اللي حضرتك عارفه؟ التنظيم الخاص اسسه حسن البنا سنه 39، وكان تنظيم للعنف والارهاب، وليس صحيحا ما يقولون انه كان موجها ضد الانجليز وضد الاسرائيليين، لانه لم يقم بعمليه واحده الا ضد الانجليز ولا ضد الاسرائيليين، كل العمليات التي قام بها ضد المصريين. مقتل احمد ماهر باشا في فبراير 45. كويس؟ خازندار. مقتل احمد الخازندار. مقتل سليم زكي حكمدار العاصمه. مقتل النقراشي باشا. ثم تفجير المحلات ودور السينما. تفجير حاره اليهود مرتين، على الرغم ان حارة اليهود كانت بتضم اليهود المصريين القرائين، وهؤلاء كانوا ضد الصهيونية وضد إقامة دولة إسرائيل على فلسطين.